فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكذلك جعل الله الرسل من أهل القرى، فقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، وذلك لأن الرسل لهم الكمال في عامة الأمور حتى في النسب. نعم، هذا كما سبق أن الحاضرة في الغالب يكون أهلها أفضل من البادية، لأن الغالب أن الحاضرة يكونون أهل أدب وأهل تربية جيدة ورقة في الطبع، بخلاف البادية فيغلب عليهم الجفاء ويغلب عليهم خشونة الطبع، هذا من حيث الجملة. وإلا فقد يوجد في البادية من هو خير من الحاضرة كما تكرر ذلك. والشيخ رحمه الله يقول: إن الله جل وعلا لم يبعث نبيا إلا من أهل الحاضرة، هذا مما يدل على فضل الحاضرة على البادية، لأن ساكن الحاضرة في الغالب يكون مهذبا ومؤدبا وناشئا على حسن الخلق والآداب الطيبة، فلذلك يبعث الله الرسل من القرى. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. والقرى جمع قرية، وهي محل اجتماع الناس وسكنهم من أهل القرى. وقال سبحانه وتعالى: وما كان ربك ليهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتي، في أمها، في أم القرى. ولهذا بعث نبينا صلى الله عليه وسلم في مكة وهي أم القرى، لأن القرى ترجع إليها، فالقرى في الغالب لا بد يكون لها حاضرة ويكون لها إدارة ترجع إليها. وحاضرة القرى وقاعدتها هي مكة المشرفة، وفيها بيت الله العتيق، فلذلك اختار الله منها رسوله محمد صلى الله عليه وسلم.